السلام عليكم، معكم محمد السلاوي. حيت المكان اللي تنهضروا عليه ديال الاجرام وديال الوشام وديال الضرب، هادشي راه ما منو والو. حيت تجي واحد النهار يندم عليه بنادم كما ندمنا عليه حنايا. انا مزيودي في 86، ولكن ندمت. علاش ندمت؟ كانت تقلط العقل والصغر. هاد الوشام واشمو انا في الحبس وسط المؤسسة، الضرب ضربو وسط المؤسسة، ضربو مع مالي الوقت، مع الموظفة، مع بزاف د الحوايج. انا على حقي، علاش؟ ولكن في الاخر منين هضروا معايا المربيين وكانوا تيهضروا معايا وتيشدوني تيمنطوني وتيطاشوني تيقولوا لي شنو كاين اسمو محمد، هادشي اللي غادي فيه راه غادي فيه خاوي. ولكن رجعت السينتا وحطيت راسي في المخده حكات ليا وحكيت ليها. حيت المخده ما كاينش اللي يعرف حسن من المخده. منين تحط راسك في المخده ما كاينش اللي يعرف حسن من المخده. حيت المخده عندنا مشاكل عائليه، والعقل تيلعب تيضري 50%. تيجي بنادم تيسبك مول الوقت، تيحل عليك تيقول لك كذا طرنطرن. كاين اللي تيصلح الالفاظ ديالو، كاين اللي ما تيصلحش معاك الالفاظ ديالو. وانت عندك واحد النفس قويه، ما تصبرش. الصبر من جات الصبر تشد واحد القران تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصبر مفتاح الفرج، والله غفور رحيم. ولكن واحد الحاجه درناها وسط المؤسسه تنتعاقبوا عليها وندمنا عليها، ولكن ما عقنا حتى 2021 2001 2002 2003 2004 2005 ما كناش كنا غاديين في السلسله السلسله السلسله. ما كانش عندنا داك الشيء، ما منوش. ماشي نقول لكم انا بقيت الوشام بلا ما يشوف بلا ما وشام يتخلع منه ولا هادي. الوشام راه ما تيزريش، الوشام راه ما تيخلعش. الرجوله هي اللي تعيش بنادم، والنفس هي اللي تعيش بنادم. وتنتمنى من الله هذوك هذوك الموظفين اللي كنت معاهم انا داخل المؤسسه خرجوني. كنت نلعب كره، ماشي انا مشاغب، كنت مشاغب مع المشاغبين. انا ندمت، ماشي ما ندمتش، ولكن تنقول ندمت وتنقول خليفه عند الله. هذاك الشيء عند الله مخبي ربي، رزقي راه عند الله. ما بقاتش فيها يمني، صحيحتي بخير والحياه ديالي بخير. هذا هو اللي كان. هذا الوشام قلت الصغر، قلت العقل ما كانش، العقل كان طايش. وفي الاخر ملي وشمنا وعرفنا صافي، ماشي انا اللي واشم، ولا الارض واشمه، الارض واشمه الخضوريه. هذاك الشيء ديال الله، ولكن هذا الشيء هذا راه ماشي ديال الله، فهمتيني؟ ولكن تنطلبوا من الله، الله يهدينا والله يعفو علينا. وتنتمنى انا من المؤسسه اللي خرجت منها، انا ما بيني وبين الموظفه غير الخير والاحسان. ماشي ندي واحد العبره معاهم اللي بقى بنادم بيني وبينه، ولا نسميه ولا نهضر عليه. انا تنهضر على شي حاجه قانونيه ديالي. انا خرجت من المؤسسه، عرفت وقريت. الله يرحم ليهم الوالدين، هما موظف ما تيخسر عليك والو، تيخسر عليك السيرفيس ديالو. تيقول لك ولدي دير عقلك، ما كلتك تتشد راسي وانا كنت تشدو قاملتك تشد. بحال دابا نديرو هذيك تقرا قوري، تيهضر على الناس الشاجينه. كان في لاسونطران، كان في المركزي، كان في العماره، في الباطيمات، تيهضر على الناس الشجنة. هضر الشجنة، الشجنة على الناس، ماشي الناس معذبه، الناس مخنوقه. دابا الصيف هذا كاينه 47 في لابيل، كاينه 28 في العرجات، كاينه 30 السيلون تيهز 8 الناس، تيهز 30 واحد. يعني باش خرج بنادم التدريسه، خرج بنادم يدير عقلو. واش انت مخلي ناموسيه ومخلي المازا ومخلي ما عرفت شنو ومخلي بيتك ما عرفت شنو لون بلاي ما عرفت شنو؟ تتجي تتعذب التعذيب، تتفرج في دوزيم. حتى اليوسبيات ما بقاوش، حتى الموسيقى ما بقاتش. يعني حتى بنادم خصو يسالي بحال الكارت ميموار. كارت ميموار منين تتشدها تتبدلها، تقدر دير فيها دير فيها اسم الله، تسنط ليه وتامن به بالله وكذا، تقول يا ربي تعفو عليا من الطريق هذه. كاين الانسان عاوتاني تيدير الكحسني بلال كذا، هذيك الطريق ما كايناش. حيت ما تامن بالله تتشد اسم الله في يدك. الدراري ماشي تيعانيو بزاف وتيقاسيو بزاف من الحياه ديالهم ومن حياه الوالدين. العذاب هي من ناحيه مالي الوقت راه بخير، مول الوقت ما تاديش مي اديكش، المدير ما تاديش مي اديكش. واش اللي
بنادم نفساني كاين اللي تيشنق راسو بدون شعور. انا كانوا معايا في الرماني جوج، كان بنادم عنده امولة توني، كان معايا القرقوري عماد عنده 20 عام، كان تعطاتو المحكمة شكون يطلع 10 سنين، وتبعاتو موت الضحية. موت الضحية قلت لهم انا ما قابلاش على هذا الحكم، يعني الدري ما بدون شعور دار الجريمة، غادي هو الصديقة ديالو والاخر بغا يشدها بغا يديها صحة، والدري باقي صغير، والدري دخل ولد وهو زايد في 92، وتيبان لي الدري غادي مدمر واحد الدمار خايب. تنهضر معاه تيقول لي اسمع محمد خرج دير عقلك دير هادي دير هادي، تنقول اخي عماد هو فين تيسكن وانا فين تنسكن، الا قالتنا هي قدرة الله. واستفدنا من عباد الله، استفدنا بزاف د الحوايج، حيت الروح راه هي سبب بنادم، هي سبب بنادم، راه بحال الدبانة بنادم تتم غادي تيموت. حيت علاش شت شي حوايج كاين الانسان تيكون ناس ما عليه ما به، تينوض عباد الله تيستمر على عباد الله حتى تينعسو تينوض تيشنق راسو. شام هذا وهذا الخوف لماذا؟ هو الموت، هو لابد ما كناش عارفين، جينا ودرناها في الحمله وندمنا عليها، كنا ما عرفناها حتى في اسم الله، اسم الحقيقي. والله يسمح لينا ونتمنوا من الله نشوفوا شي انسان طيب الله يحس بينا ونحسوا به، ولا بغينا نخدموا، لا ما بغيناش نبقاو جالسين، بغينا نديروا ولادنا، بغينا نديروا المستقبل ديالنا، بغينا نديروا الحياه ديالنا، ونبقاو حنا غاديين في هذا الشيء. هذا لا يعقل، تمشي نقلبوا على الخدمه ملي تمشي عنده تيقول لك بغيت نخدم، تيقول لك انا ما كايناش خدمه، يعني مرض شفنا انت قشر راسك انت كتشي يضرب في الفيديوهات ديال الوشامات وديال كذا، كاين بدا بلا حبس بلا والو، واش كاين بدا ما عرفش ضائد المؤسسه، يعني بدا تتسرب الاجراءيات ديالو، يعني بدا ملي تتجنب المشاكل تهرب من المشاكل، يعني كاين بزاف. وفي ربي عطانا ثلاثه ديال الطرق، عطانا اسم الله، عطانا طريق كذا، عطانا طريق كذا. وحاجه وحده اللي تنواجهوا هذا الانسان، تنواجهوا لسيدنا محمد السادس، الله ينصروا لينا، والله يخلي لنا الحموشي، والله يخلي لنا رجال الامن، والله يسمح لنا من الوالدين، والله يبعدنا من طريق ولاد الحرام، والله يسمعنا شي كلام زينه عند الله سبحانه وتعالى. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.